أخبار اليوم. وبعدين سافرت إلى الاتحاد السوفيتي من 64 ل 69 حيث حصلت على الدكتوراه في الهندسة الإنشائية. وبعدين ترأى لهم إن أنا يعني اشتغلت بحث على مستوى متقدم فاستمر التعاون العلمي، كنت كل سنة بسافر أعمل أبحاث معهم مشتركة. وبعدين الدولة كرمتني وسنة 98 بعتتني مستشار ثقافي في روسيا في سفارتها. في هذا الوقت تعرفت وعملت صداقات مع مجموعة كبيرة جدا من الجامعات ومراكز البحث، ورجعت محمل بأفكار إن روسيا دولة فيها إمكانيات علمية في مجالات كثيرة تهم جدا مصر، ومشبع بفكرة إن احنا لازم نعمل جامعة روسية. كان في جامعة ألمانية وجامعة فرنسية وجامعة مش عارف، قلت لازم نعمل، والحمد لله اتحركنا وعملنا الجامعة دي، واحنا بنبذل مجهود كبير جدا إن احنا نستفيد من الحاجات العلمية في الروسية. ومثلا احنا ابتدينا من اول الناس، عملنا ندوة عن الفضاء وجبنا اكبر رائد فضاء في روسيا وقعد معانا هنا عدة ايام وشرح لنا حياته في الفضاء وعمل ايه. الراجل ده الوحيد اللي طلع 3 مرات. دكتور شريف، كيف ترى وضع الجامعة الروسية في مصر بعد مرور 10 سنوات على اقامتها؟ انا طبعا مش عاوز اقول ان احنا بنفتخر بيها لان انا رئيس الجامعة، وان احنا بنطور منظومتنا التعليمية، وزي ما قال نائب الوزير النهاردة ان الاتجاه دلوقتي ان لازم الدراسات تبقى مشتركة. احنا عاملين عدة برامج مشتركة، الطلبة عندنا بيقدروا يحصلهم دلوقتي ياخدوا دبلوم مصري او شهادة مصرية، دبلومة دي كلمة روسية، ياخدوا شهادة مصرية وشهادة روسية في كل المجالات اللي عندنا في الجامعة، ودي حاجة احنا نعتز بيها. وزي ما قلتها ان احنا بنتعامل مع الجامعات اللي بتدي شهادات النموذج الحكومي فقط لان هي ده الصح، لان في جامعات طبعا مستواها مختلف، واي طالب عندنا لو مجتهد ممكن يحصل على في نفس الوقت هو بيدرس عندنا بس اللي معاه في سمستر او اتنين يقدر ياخد على الشهاده المصريه والشهاده المصريه بعد التعاون التعليمي والثقافي. كيف ترى العلاقة المصرية الروسية؟ أنا هقول لحضرتك حاجة وقلناها للسيادة السفير النهاردة. الحقيقة مجال السياحة ده سبب إن هو مجال عالي جدا لمصر، وإحنا كنا عاملين مؤتمر عن النانو تكنولوجيا في الإنشاء بنعمله مع روسيا، وكنا عاملينه في شرم الشيخ، وكنا في فندق كبير قوي، وكل ما اروح حته عارفين ان انا رئيس الجامعه الروسيه يقولوني فين السياحه الروس، فين السياحه الروس. انا ان شاء الله يعني عندي عشم ان باذن الله الكلام ده كله هيعود تاني.